مساء الخير. مصر وعملية فحص كمان لضيوف مصر، وطبعا مش عايزين نعمل مقارنة مع أي دولة، لأن احنا بنعاملهم زي ما بنقول كده كمصريين وليسوا كلاجئين. تحياتي طبعا يعني كل ضيوف مصر المقيمين من غير المصريين أو الوافدين، بيحظوا بنفس المعاملة ونفس الرعاية الصحية مثلهم مثل المصريين. ويمكن ضمن مبادرة السيد الرئيس في 100 مليون صحة للقضاء على فيروس والكشف عن الأمراض غير السارية، بنستهدف فحص أو مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 ل 18 عام، والكبار من عمر 18 عام دون حد أكثر للعمر. وده من خلال 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. والمصابين أو الحالات اللي اكتشف إصابتها بيتم تحويلها لوحدات الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان. احنا يمكن حتى اليوم انتهينا من فحص اكثر من 77,000 حالة وافد من غير المصريين المقيمين على ارض مصر، وفي 182 حالة تلقت ممن ثبتت اصابتهم بالفيروس تلقوا علاجهم بالمجان. يمكن اكثر الجنسيات اللي ترددت على نقاط المسح السوريين، الفلسطينيين، السودانيين، دي اكثر الجنسيات. اجراء اختبارات المسح وصرف العلاج زي ما وضحت حضرتك تتم بالمجان لجميع الوافدين على ارض مصر، وتنفيذا لتكليفات السيد الرئيس في هذا الشان. دكتور خالد اتفضل. اخيرا بس عايز اقول لحضرتك انه تم مد فتره عمل ال 309 نقاط مسح اللي منتشره على مستوى المحافظات، يعني علشان نقدر نستوعب اكبر عدد من الوافدين. وفي عندنا ايضا 41 نقطه مسح موجوده في المنافذ البريه والجويه والبحريه، ودول هيفضلوا موجودين حتى نهايه العام الحالي 2019 حرصا على الوصول لاكبر قدر من المواطنين ممكن. وعندنا الخط الساخن 15335 موجود لتلقي اي استفسارات والاجابه عليها وحل اي معوقات قد تواجه. دكتور خالد كلمنا عن قوام الانتظار، وصلنا لحد فين؟ عملنا كم عمليه لحد دلوقتي؟ احنا حتى اليوم حتى مساء امس قوائم الانتظار منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 زي ما قلت لحضرتك حتى امس السبت وصلنا لاجراء 229,000 عمليه جراحيه في مختلف التخصصات. طبعا العمليات يمكن اساطر قلبيه، قلب مفتوح، جراحه رمد، جراحه مخ واعصاب، جراحه عظام، اورام، زراعه قوقعه، زراعه كلى، زراعه كبد. وحولنا حوالي 3700 حاله لتلقي العلاج الدوائي بدلا من التدخل الجراحي بعد مناظرتهم للمستشفيات لتلقيهم العلاج. يمكن عندنا قوائم الانتظار الاساطر القلبيه تصدرت عمليات التخصصات الجراحيه بنسبه حوالي 45%، بيليها جراحات الرمض بنسبه 32%، بيليها جراحات القلب المفتوح بنسبه 7.5%. مستشفيات وزاره الصحه شاركت بالنسبه الاكبر في اجراء الجراحات حوالي 64% من العمليات الجراحيه، وتليها المستشفيات الجامعيه بنسبه حوالي 27%. وباكد بس ان المريض لا يتحمل اي تكلفه ماليه، مع طبعا الاهتمام الشديد بتقديم خدمه علاجيه على اعلى مستوى. وثاني في عندنا خط ساخن خاص بقوائم الانتظار 15300، بيعمل يوميا من 9 صباحا وحتى 6 مساء لتلقي اي استفسارات. ويمكن خليني احب اقول لحضرتك انه معالي وزير الصحه والسكان دكتوره هاله زايد كانت في زياره الاسبوع الماضي انتهت امس الى انجلترا. ايوه. والتقت الحقيقه وزيره الدوله البريطانيه للصحه العامه والرعايه الاساسيه اللي اشادت الاخيره بتجربه مصر الرائده في مجال الصحه العامه، وخاصه المبادره الرئاسيه للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير الساريه. وناقشت مع السيده الوزيره امكانيه تبادل خبرات مصر مع تجاربها الناجحه وخاصه مبادره القضاء على قوائم الانتظار. وذكرت الوزيره البريطانيه ان مده قوائم الانتظار العمليات في انجلترا بتتجاوز من سنه لسنتين ونص في بعض الحالات زي تغيير المقاس. انجلترا حضرتك بتكلمي السنه لسنتين ونص؟ من سنه لسنتين ونص انتظار بتصل للمدة دي في انجلترا خاصة في عمليات تغيير المفاصل. واشادت بنجاح مصر في تقليل مدة الانتظار من 444 يوم الى 17 يوم كحد اقصى، وده بيعد طبعا انجاز تاريخي لمصر بنسعى للحفاظ عليه. واحنا في المرحلة دي في مرحلة مش منع قوائم الانتظار، ولكن الحفاظ
ان ما يكونش عندنا تراكم قوائم جديده او قوائم جديده تتراكم مره اخرى. طيب. هي برضو يمكن في حاجه مهمه خليني اوضحها لحضرتك. زياره السيده الوزيره لانجلترا انها التقت سيادتها مع اعضاء الكليه الملكيه لطب الاسره بانجلترا وعرضت تجربه التامين الصحي الشامل ونجاح مصر في التجربه كتشغيل تجريبي في محافظه بورسعيد، فالتقت نائب رئيس الكليه الملكيه للجراحين بريطانيا وتم الاتفاق على برنامج يهدف لتدريب الاطباء المصريين في مستشفيات المملكه المتحده لمده سنه ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهم، والتدريب ايضا المدربين المصريين ليكونوا قادرين على تدريب الطلاب بالزماله المصريه، وتم الاتفاق ايضا على اعتماد المستشفيات التابعه لهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه وزاره الصحه والسكان لتكون اماكن تدريب معتمده للكليه البريطانيه للجراحين بانجلترا. الحاجه الاخيره انه ان شاء الله يكون في عرضت الكليه الملكيه بانجلترا تفعيل برنامج مخصص لاطباء الاسره في مصر بشكل دبلومه معتمده من الكليه الملكيه ثم يتم تحويلها الى زماله مصريه، والسيده الوزيره وجهت الدكتور مجدي الشرفي امين عام الزماله للتعاون مع الكليه الملكيه في هذا الاطار. وخليني اقول لحضرتك ان احنا بالفعل دربنا حوالي 70 طبيب اسره على دفعتين في انجلترا على الان اس اس او نظام التامين الصحي هناك، وبنستهدف الوزاره تدريب حوالي 1000 طبيب للعمل في محافظات المرحله الاولى بمنظومه التامين الصحي، وده طبعا هيساهم بشكل كبير في ضمان تقديم خدمه ذات جوده عاليه في نظام طب الاسره، وده هو نواه او الركيزه الاساسيه اللي بيعتمد عليها منظومه التامين الصحي الشامل الجديد. طيب منظومه التامين الصحي بدانا ايه بورسعيد وصلنا فين لحد النهارده ومدى نجاح هذه المنظومه من ساعه تطبيقها طوال الايام الماضيه؟ الحمد لله احنا يعني معدلات الاقبال في بورسعيد المواطنين على تسجيل الملفات وملفات طب الاسره كبيره جدا، التسجيل التجريبي نجح بشكل الحمد لله مبهر، واحنا بنحافظ على جوده الخدمات المقدمه في المستشفيات. اكيد قابلنا بعض التحديات والمعوقات في التسجيل التجريبي لكن الحمد لله قدرنا نتغلب عليها. الميكنه ان شاء الله يتم تفعيلها 13 سبتمبر من الشهر الحالي في بورسعيد، والمعالي الوزيره في اخر زياره لها لبورسعيد افتتحت مقر او فرع هيئه الرعايه الصحيه في بورسعيد. احنا الاول لما بدا التسجيل التجريبي كنا بندير المنظومه من خلال وزاره الصحه والسكان، الان يتم اداره المنظومه من خلال الثلاث هيئات الموجودين في قانون التامين الصحي بعد تفعيلهم، ويمكن تم تعيين وكيل وزاره الصحه في بورسعيد دكتور عادل تعيلة السابق رئيسا لهيئه فرع هيئه الرعايه الصحيه في بورسعيد، وتم تعيين احد شباب العاملين المنسقين الميدانيين في التامين الصحي في بورسعيد وكيلا لوزاره الصحه، وبكده يبقى احنا النهارده هيئات التامين الصحي الثلاثه بقت قادره ومفعله على اداره المنظومه الجديده في بورسعيد. بننتقل الان سيدة الوزيره تعقد اجتماعات موازيه مع تسجيل المنظومه في بورسعيد لباقي تفعيل المنظومه في باقي محافظات المرحله الاولى اللي هتكون السويس والاسماعيليه والاقصر وجنوب سيناء، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نفعل المنظومه او نمشي بشكل متوازي في وضع الحجر الاساس او تاهيل المحافظات دي من خلال المجمعات الطبيه سواء المستشفيات اللي هيتم تطويرها او المستشفيات اللي هيتم انشائها علشان نقدر ننتقل لتطبيق التامين الصحي في باقي محافظات المرحله الاولى، وان شاء الله نحافظ على نفس جودة الخدمة اللي قدرنا نقدمها لشعب بورسعيد وتمشي كلها على شعب مصر تدريجيا. دكتور خالد مجاهد بشكرك شكرا جزيلا، خلينا